سيتي ده مدينة في قارة وجعل الإدارة أكثر انفتاحا، وجعل كذلك الإدارة تشتغل في إطار المسؤولية والشفافية والمساءلة. إن تصور الحكومة في إطار مشروع القانون هو يتم في هذا المنطق وراء عدد من المبادئ التي تضمن بالنسبة للمواطن نتائج ملموسة فيما يخص انفتاح الإدارة وفيما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين علاقة المرتفق أو المرافق العمومية بالمواطن. هل هناك سقف زمني لإخراج؟ نحن نشتغل اشتغلنا في إطار مقاربة تشاركية مع كل فعاليات المجتمع المغربي، فعاليات سياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونظمنا في يونيو الماضي مناظرة وطنية، وأخذنا بعين الاعتبار عدد كبير من التوصيات التي استخرجت في إطار هذه المناظرة، وكذلك توصيات التي تستخرج في إطار ندوات من هذا القبيل. يعني الافق الزمني يعني حدود كم مدة؟ الحكومة تشتغل من أجل إخراج هذا المشروع، هذا القانون، يعني في إطار مقاربة تشاركية وفي أقرب الأجل، لأن الآن تم قدمته على مجلس الحكومة وهو الآن يعني يناقش على مستوى الحكومة لكي يبلغ في مرحلة ثانية إلى البرلمان، من أجل كذلك فتح النقاش والاشتغال في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية مع البرلمان. شكرا.